هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا معنا احنا فين غادي نكون الطلبه هانتوما خص هنا اعلام الفرح هنا ان شاء الله غادي تكون الجماعه دابا بنهار الطلبه وتابعنا ان شاء الله حتى نكملوا هنا كيف ما كتشاهدوا صافي راه حنا صفيناها وفرغنا كتلصق لا في كسكاس لا في والو شوفوا كي كتجي ويلي ويلي انا دي قولي راني درت الصفه المكتب بوك العبدي اي بارك الصفه بارك الصفه عزق صغير وحطها وقولي راه الصفه سير الفنان بغيت تكرر بحال الفنان شكون علمكم التحرميات؟ هاكا انا اللي علمتكم ماني انا الطيار توا ولا فيها التحرميات باقي شي طيب والله يحفظك صافي الله يحفظك دير شي تاوي المهم سنيده الزبده لافاني الكوك حليب نيسلي روقني هك عروقني روقني روقني وحطي في الكسكاس طلع فيها الفوره المره الثانيه تتبرد وهاد الريات وراها فوره 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 وحده هذه فوره وحده ما بقايش غنزيدها شي حاجه حتى نبغي نسقيها او نسخنها ونحطها في الكسكاس تتبرد تبقى حتى تبرد ترش البرد مزيان وملي نبغي نحط الماكله كنطلع فيها السخونيه غير السخونيه غير ديك السخونيه تم جاي الفابور والطبسيل حطها في الطبسيل وزوقي بالقرفص السكر كلاصي وشويه اللوز ولا كاوكاو وحطي وعاش الملك مرحبا بكم عايش فوق في يقعد هو طويل الطلبه راه هما العوام سيقراو القران وتابعونا ان شاء الله ومرحبا بكم ودار العرس ومرحبا بكم كاملين اي مرحبا بكم كاملين الفيديو ما غيلحقكم حتى يبدا العرس ساله الزراعه تصبنوا الماء تصبنوا كل شيء تصبن الفيتي يا اخوات باكم العبد يضرب اربع عراس ولا خمسه اخرين الله يرضي عليكم الله يسهل عليكم هنا ان شاء الله باش غادي نحطوا الغداء الناس دفعوا لنا اليوم كسكسو هو الاول الكسكسو عاد غندفعوا لهم الدجاج وغادي ندفعوا لهم السفه والله يثبت الغرس وكل كيس مشي على قياسه والله يكمل بخير هادشي اللي كنتمناه عندنا خمسه طوابل ديال الطلبه هنا ان شاء الله الشكل النهائي فيما كتشاهدوا معنا هو هذا ونتمنى الفيديو في ولاد الحسن ينال اعجابكم يرضيكم والله يثبت الغرس الموالي للعرس ويجعلهم كل شيء مبارك مسعود
والعقوبه لوليداتكم ووليداتنا ووليدات المسلمين كاملين. ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. سيروا وليد السير نتبعكم. سيروا مرحبا بكم. سيروا اخي سيروا. اي لا تعودوا تهربوا بهم الجنان. دوروا من هنا دوروا على اليمين. انا ريك لا قليصر لا. سيروا على اليمين اخي سيروا. تبارك الله عليكم وعلى مول العرس وعلى الناس وعلى الجماعه. ومرحبا بكم عند ابو سعيد ولاد حسن. الله يبارك فيك. الله عليك. الله يحفظك ويجزيك. الله يبارك فيك. هنا ان شاء الله قلت لكم هما الرجال والطابله اللي كتميز ديال الوليدات. هما العرس هما الفرحه. العرس اللي ما فيه دراري ما فيه بركه. هاي قالت لها جيب ما تجيبش الدراري جيب القفطان جيب الدفينه بلا قفطان. مازال تجي لابسه القفطان بعدا راه مستور الدفينه راه محلوله من كل جهه. لا خيتي انا العرس ديما عرض فيه على بناتي ما نمشيش ليه. والله الا محرم العرس مشيش ليهم. هاك اه واخا عرضو ديما كتوحم كتضربني ريحة الطير على بنادم. واش انا ملي المرا غادا تخرج نمشي للعرس صولو بولو الولاد قاعدين في الدار انا غنقعد نركبهم نديرهم في داري. العرس المرا اللي عندها ولاد وباقا عندها التربية وباقا عندها العيل ما ماتي عرس قعدي في خيمتك من غير خيمة بوك. إلا كان فيها شي عرس ديال خوك ولا أختك ما كاين باس. سيري داركم هك ولا هك عرفي راه نقير عليك. حنا نقولوا عطوي فانا راه صوبت السفة. هاي قاعدة دايرة كرسي الفنان هانتم راه صوبت السفة. تبارك الله تبعت آه نضاء. إلا تبعتوا نظام الفنان وحق سيدي ربي تتخرجوا في البوطو ديال الضو. نعلمك الزواق. شكون علمك هاد الزواق؟ والدتي انت اللي تابعك. اللي دار دير ما دار جارك ولا رحل من حدا؟ فين ما خرجتيني. ولا خرجتك في الحيط؟ فين ما خرجنا. ولا قلت لك طاحي في ناطفي؟ وعار ولادي عليك. اه والله يا بنتي كور اي ولادك نهزهم في الحمص ناني. الله خير الله يسلم وليداتي. ايوا ما عرفت. اه لا خير. اه مهم مهم مهم. الله يسلم ربي بغيت تسبقهم. الله يحفظك انت. الله يحفظك لوليداتك. الله يطول في عمرك. الله يطول في عمرك وتتشوفهم ان شاء الله عرسان وتشوفهم خدامين وتشوفهم في اعلى الدرجات. ومرحبا بكم عند الفنان راه مجوجه. الفنان مجوجه الراجل ولد بوشكاره. وهنا راه العشيات عشيات دعاوي الخير تقلب فين تبات سال ولاد البنات. ورا الشيخ والشيخات محيحين الليله والدراري راهم قاعدين يقنبروا. عندنا جوج ربيع اليوم الثالثه هو خدام. هاك شيخ الدوار ما يتفرش في الدوار ما راه فرج. عندنا خريصه واحد ما عرفت اسمه محسن ولا ما عرفت الله اعلم دابا نشوفو. المهم ابوكم العبدي غيطيب الحريره تيولي حريره. تابعاني الحريره تابع الله يسر. امالكي امالك الحريره فين ما مشيت لقاك. الله يخلق الله يخلق قاعده فيك تتركي شويه. عرفتي اللي ما داروش فيك البريستيج كون دار فيك البريستيج كون خبر لبوك الشاب. المهم ان شاء الله باقي عندي نتسمن ما نصبح. مشيت للاربعه تم البركي درك مع الدراري جنا شي قضيه خاصه انا باغي ندير الحريره. صيفطنا على الكرافس ما لقيناش في الاربعه مول العرس كيفتني الغربيه قلنا ليه جيبوه معاك من تما. حنا جنا على السنيده والكوك وشي تخربيق ديال السفه والزيت وهذا كان خاصنا والفاخر والمسائل. المهم وجدت مع واحد الوقيه وقيه ديال الحلبه الله شاد عليا الوقيه انا غنوريها لكم. ها وقيه ديال الحلبه غادي ندير الدريات الرفيسه بلا دجاج بلا لحم بلا قديد بلا والو. غندير على البصله والحلبه والعدس كي ديال موالين بكري والسمن والبزار وغنلوح فيها واحد الدريسات ديال الثومه عاد ريسات باش نبننها وصافي تحيد منها الشحاحه ديال الفاخر وديال التماره. غنديرها بلديه داكشي ديال موالين بكري الملح والبزار والسمن. ما كان لا سكنجبير لا خرقون بلدي لا مساخن لا هادشي اللي ولينا نديرو درك لا زواق لا فاني لا كاشير. الكبده يزقزقوها ويقول لك كاشير.
الله يا خوتي الله شوي لي الكبده واه عقدوا لي راسي وخلوني من ناكل هكاك نجغجغ عليا بدما ودما مهود منهن لاش غنزقزقها راه العطريه راه نديرو كاشير ترفيسه ولات بكاشير عزاف الله اهو ماطي شركه تسلق ها ماطي شركه سيرك تسلق شي فراكس راه ما جابوهم لينا طيبناهم زدناهم والوقت الزمان العراس ديال الليل وديال الرجاله كيتزادوا فيهم جي وجيب حنا عابده هكا مرحبا بكم اي جيب الاعراض كول وشرب ودي معاك واحد خاينا كتب ليا كومونتير قال لي مشينا مع شي عاد العرس قال لي قسلنا على الجوع وقسلنا السمر جيتي بلا وضوء ما طلبتيش التسليم من داركم خرج مضي الكبير والصغير هاو دخل عند الناس تا جاي مطالب لا سلام لا تسليم وجيتي بغيتي تاكل وجي عند بوك العبدي ومرحبا بك هادو مشيتي عند شي عبد مزورين اما عبد الحرار بحال بوك العبدي مخنطرين ما يرضاوش واخا يقطعوا لك اه يقطعوا لك مرود من ورا من مراودهم ويطيبوه شو يعطوك باز ليكم بعدا الله الا باز الله الا باز حق صدر ربي لا باز ياك احنا ما تعمر عيننا على التراب التراب هي اللي كتعمر عيننا راه خايدير لكم 4000 ريال في كعبه الغزال اي 4000 ريال في كعبه الغزال ويدير لكم حاولي وشوي ويدير لكم دجاج البلدي اه يعمروا غبا بالقرقاع مع اللوز وداوين داوين ها كنشوفها من الكومنتيرات الناس زوينين اللي قلوبهم بايدين كيكتبوا الزوين واللي قلبهم كحل من القطره الرقيق كيك ترى قالك طير حر شكون نباتو ولا مشيتي عند الناس هاي اقول شبعت ولا فاتك الهضره يقول سمعت وخدم ما شت ما رايت ما سمعت سبق الميم ترتاح لا بغيتي تعيش هاني في الحياه بحال بوك العبدي ما شت ما سمعت ما رايت مهني راسي من المشاكل عمرك ما تلقاني مقابح مع عباد الله قال فلان ولا ما قال فلان انا ما عنديش ديك المقاديك عن قاصد قلت ترابي هذه قلت ترابي والله الا قلت ترابي ايوا المهم مرحبا بكم عمانة تنسقوا الرفيسة لبت خويتي بت خويتي تقعد لها الراقد وبت خويتي تقعد عندك الراقد اش هذا قلت لكم هذا الرفيسة انا ندير لها واش غندير هاي نفشفش العيالات شوي نفشفشهم اللهم قرا نفشفشنا ولا ما نفشفشناش كيسولوهم العيالات كيمشوا للجمعة مدرا عزيز مالي فيكم شي دوك صحابات تا غنجة كيبغيو يسولو مدرا عزيز ابت خوتي تقول لهم عاد هو بويا هو خويا هو 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 جدي هو ولدي هو كلش الفنان ملي يقول له مدرا عزيز كتقول لي ما عرفتوش فين ساكن ما مانيش كتجمع طوي مكويه وباريا ما تلاش عرفني كتذكرني كتعرفني في الخدمه تشوفني دايز مع الزنقه ما تلفتش ليا وا حسن وا ولد بوشكاره تبارك الله عليك هنا كيف ما كتشاهدوا كي قلت لكم هانتوما شويه ديال السمن شويه ديال الابزار والملحه هيايا صافي غادي نخلط هذا الشيء كامل ونخليه نشحر واحد شويه غندير واحد الريس ديال الثومه هنا كيف ما كتشاهدوا واحد الريسه ديال الثومه السمن ديال الدار حيل على مزينته شم واه شميتو الريحه شوف صافي ان شاء الله هنا البوله هي صفراء اكثر من وجهي دريات غنبدل البوله غندير لك البوله البيضه ديالي هذه راه دارت لي الضجيج في راسي ثلاثه البولات شعلات صفرات عابوا احسن منهم صافي نشحرها نقي العدس نغسلو والحلبه نغسلهم بلا ما تشحرت هاد البصيله ونرميهم ونبلل هنا ان شاء الله خالتي الفنان سيرا كتغسل تنقي في الحلبه وخالتي بنت خويتي خالتي بنت خويتي سيرا كتنقي في العدس بدلنا البوله ها درنا البوله البيضاء طفينا هذيك اللي مليه وجهها صفر اكثر من وجهي تقول فيها بصفير الله يستر حيدناها دابا عاد ولينا كنبانو بحال بنادم هنا راه درت زيت العود ودرت هنا راه بصيله زيت العود وزيت الرومي دي ضروري الا بغيتو الرفيسه تجيكم بنينه وخا شوفوا اي نوع من الرفيسه بالدجاج ولا بلا دجاج خاص هاد البصله تدبل
الا ما دبلتش وتقلى فيها الدجاج مزيان على نار مهيله راه ما تجيكمش رفيسه، خاصها تتعلق باش ترغي لكم داك لاصوص ما يبقاش جاري. ها هذه الطريقه. ولكن السمن 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 عباد الله، انا راه السمن هو اللي زعمني، وذاك المسمن ديال المسمن ديال 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 اسمه ديال الفراح، المسمن ديال الفراح هو اللي زعمني على الرفيسه. الصباح قلت لهم قلت لهم اه ضربوا راعي فاطرين في الدار، جاوا حطوا لنا الفطور، الفطور راه حنا صورناه وثبتوا حصلوا معايا غندير لكم رفيسه في العشيه، قالوا حنا بغيناها ياك الفنان. ها انتم راني مخبي لهم الخبز ديال الدار، ها هو ومخبي لهم المسمن، ها ها راه كلوه المسمن، انا عمشيت لاربعة مول البرقي وكلوه. ها شحال خليته الصقعات؟ ما كليتوش؟ ايوا صافي حلفوا لي، حلفوا لي بالله. ها كلو وحده اش خلاو فيها وبقاو ثلاثة مشردلات اكثر مني. ها صافي غادي ندير لهم عليها رفيسه نسقيها في طبسيل. كيف ما كتشاهدوا دابا انا مرقت، ها انتوما مرقت غير القياس. بالنسبه للحلبه والعدس ها انتوما انا غسلتهم نرميهم، وها انتوما معايا انا رميت الحلبه ورميت العدس. شوف شوفوا بكم العبديه، شوفوا طيابو اللي ما فيه ما يتكل. ها الا شافوا حبيبي فرح، ولا شافوا عدو يقرح. مرحبا بكم، الله يمشي عيدكم فيها واحد الريحه طالعه ديال البزار والسمن. اه ربي مولاي. صافي دابا غادي نرقلها، نرقلها ندير لها الرقاله، وهاتوا معايا الرقاله هي الغلاقه هي القفاله. هنا كيف ما كتشاهدوا الرفيسه ديال بوكم العبدي ها هي طابت. العدس حيت العدس غادي ديال كندا نقولوا طيابه. شوف شوفوا البصيله كي كتجي. هنا غادي نفرتك دوك المسمنات ونسقي. هنا ان شاء الله دابا غادي نفرتك هاد المسمنات نقردهم، وها انتم معايا نسقي ان شاء الله. هنا كيف ما كتشاهدوا صافي انا قطعت هاد سميتو، قطعت هاد الفتات كنقولوا حنايا بلول. ها هو بسم الله. الرفيسة ديال تبرد قلب ديال مالين بكري. هنا ان شاء الله هانتوما الشكل النهائي ديالنا بلا لحم بلا رفيئه بلا دجاجه. شوف الرفيسه، شوف الرفيسه والبصيله. هانتوما كولوا بالصحه والراحه ومرحبا بكم. تبارك الله على النور الدين الولد الزين. مرحبا بك رفيسه تري بسم الله. هو نور الدين التريد في العرس، التريد في العرس. هذا راه نور الدين صديقنا ولد عم با سعيد، لقيناه عام الاول فرح بينا وكرمنا الله يكرمه بالجنه، الله يكرمه بوليداته ويجعلهم لي في اعلى الدرجات. تحيه للسي نور الدين الروس كازا ابلانكا. مرحبا بي، راني عرضت عليه اليوم، اه انا عرض عليه غياكل عمانه تريد، هذا هو التريد المسفيوي. والبنان نعم كي جاتك التريد؟ ايوا اش غنقول لك، ما عندنا ما نقولوا لك تبارك الله عليك. وابد خويتي كي جاتك تريدي؟ ديال نفسي سي نور الدين كي جاتك تريدي على العرض؟ ربي كي جات واعره والمسمومات الصقعات. شوفوا شوفوا التريد، شوف شوف ها القيمه ماشي حيتكم فيها، ها بسمكم ها ها قولوا مرحبا بكم. المهم خيركم في ديوركم اللي توحم في الرجال يسمح ليا، ومثل العيالات ينوضوا حيدوا القهر على يديهم على كروشهم، تنوض تلوي على مسمنات الحق باقي يلوي على المسمن، المسمن راه كيلعب راس دريبه هادي الفورس مزقزق ملي تسقي تعجن. هما اللي هاد المسمن انتوما ديروا فيه واحد الزلافه ديال الفينو شويه باش يوقف، هاو انتوما ديروا على الفورس فورس فورس اه الفورس رخيص، ديروا شي حاجه زينه الناس راه كتشهي تبغي رفيسات ناس خدامين الله يكون في العون. بنيتنا اليوم ما عارفين اه بنيتنا اليوم ما عندهمش القصاري في الدار، الدار اللي ما فيها قصري ما فيها بركه. انا عندي القصعبت القصعبت القصري اه تم القصعه ديال الورات، القصعه ديال الورات عندها 120 عام عندي ديال جد با الله شاهد عليا باقا عندي كنخدم بها الشغل
اي تندير نعاود لكم كتب لي عشني عادي تاع جد مين هذيك اللي عندك لكن ما ديرش المسمار اطونسيون ولا تخرجوا القصاعي ديال العود تبيعوهم المنخيل كون عرفت الدول اللي فيهم ما يتبيعوا الذهب وتشروهم حق صدر بكور عرفت الدول اللي فيهم يتتبيعوا الذهب تبيعي القلاده اللي فيها النصاص ديال اللويز ديال 24 وديال 40 قلاده مو 24 والقلاده مو 40 كان يقولوا بكري قلاده فوق قلاده بعد كانوا العيالات يديروا الذهب وعدوا الشين مات اليوم مع دوك السنغال تبارك الله عمرو الجوطيات بيه قلت له تعرفي الذهب من جاهوك مع الضوا والبيضين اللي ولاو هاد البولات الله يخلف عليهم كلشي يبان لك يشعل المهم تاع الفنان صقع خدام الله يكمل بالخير لو حمد صقع لو حمد وارك الحمري ولا توريا وعلى القيمة عقلتي على النهار اللي درناه هكا في ولادي الروق ها هاي اليوم درناه في الدوار اللي عجنتي فيه الشفنج ولا سيري تنجي قالت لك الفنان جاوا مولي العرس قال لها العالم عجبنا الشفنج قال لي مع توريا ما كايناش انا بعدا مهني راسي ما كنعرفش ليه وسيري تمشي لك ابنيت لا سالي غنمشيو لك للدار البيضاء ان شاء الله راحنا خدامين نهار السبت تمايا تحية الفوزية فوزية العبدية وتحية الفوزية والدريهمات والناس ديال الدريهمات كاملين مرحبا بكم تاكل الصقع ياكل الصقع ايه ياكل عجاج وطيرة بقرة قتلتنا في روسنا هي والسفة المهم خلنا ناكل نعرقها مرحبا بكم